أخوات والإخوة الأعزاء في وسائل الإعلام الوطنية، مرحبا بكم في مقر حزب تقدم والاشتراكية. شكرا لكم على تلبية الدعوة، وأغتنمها فرصة لأتقدم لكم ولكم بحر تهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم. قبل قليل اجتمع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماع طارئ، اجتماع استثنائي خصصه لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع غلاء الأسعار وما تكتوي منه مختلف الفئات الشعبية والفئات المتوسطة بالنظر لهذا الغلاء، بحيث أنه هذه الأوضاع أصبحت لا تطاق، وأن الجميع يتحدث فقط عن هذا الموضوع خاصة في أمسيات شهر رمضان، لكن كذلك في مختلف أيامه عندما تتوجه كل هذه الأسر إلى الأسواق وترى أين وصلت إليه الأسعار وأين وصل إليه ارتفاع الصاروخي والفاحش لهذه الأسعار. وعلى هذا الأساس، بعد تنبيهنا للحكومة في عدة مناسبات منذ أزيد من سنة ونصف من خلال بلاغات وبيانات وتصريحات مختلفة وبعد عدد من الخرجات الإعلامية في الموضوع، قررنا اليوم أن نتوجه إلى السيد رئيس الحكومة برسالة مفتوحة. إلى السيد رئيس الحكومة السيد عزيز الخنوش، وسأقرأ عليكم نص هذه الرسالة التي ستوزع عليكم باللغتين العربية والفرنسية مباشرة بعد نهاية قراءتها. رسالة مفتوحة من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى السيد عزيز خنوش رئيس الحكومة. سيد رئيس الحكومة المحترم، تحية طيبة وبعد، عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا يومه الخميس 30 مارس 2023 خصصه لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة. وقرر على إثر ذلك أن يوجه إليكم سيد رئيس الحكومة المحترم هذه الرسالة المفتوحة، لأن هذا الموضوع صار يشكل الشغل الشاغل لكافة المغاربة ومصدر قلقهم. وعليه نريد أن نعرب لكم عن مواقفنا وملاحظاتنا واقتراحاتنا التالية، على أمل أن يكون لها صدى لديكم وأن تأخذوها بعين الاعتبار. يسجل المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكية بقلق بالغ الاستخفاف الذي يطبع تعاطي حكومتكم اللامبالي واللامسؤول مع الغلاء الفاحش الذي لا يطاق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما يؤدي إلى تعاظم الغضب وتصاعد الاحتقان شعبيا، وبما يهدد السلم الاجتماعي. يستنكر صمت حكومتكم ووقوفها موقف المتفرج إزاء هذه الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية وأساسا ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى، كما يحذر من تواتر خيبات المغربيات والمغاربة تجاه التطمينات الشفوية وتعبيرات الارتياح التي تطلقها الحكومة ويفندها الواقع المعيش، وكذا
إصدارات بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر. ننبه حكومتكم إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائياً عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الظروف المناخية والتحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة التي كان حزبكم مكوناً أساسياً فيها، متحملاً لحقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية. يؤكد على أن مرور سنة ونصف تقريباً من عمر حكومتكم دون اتخاذها إجراءات قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولمقاومة صعوبة الظرفية هو العامل الرئيسي في المعاناة القاسية التي يعيشها المغاربة اليوم، مع الغلاء التاريخي وغير المسبوق للأسعار منذ عقود. يذكر حكومتكم بأنها تنكرت بشكل يكاد يكون تاماً للنموذج التنموي الجديد الذي أعلنته مرجعاً لها، كما يذكرها بأنها أخلفت إلى الآن تنفيذ معظم التزاماتها الواردة في التصريح الحكومي، ومنها دخل الكرامة والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم وتوسيع رقعة الطبقات الوسطى وتحقيق 4% كنسبة نمو وإحداث 200,000 منصب شغل قار سنوياً، والرفع من معدل الشغل لدى النساء، وتنفيذ الإصلاح الجبائي وإخراج 1,000,000 أسرة من وضعية الفقر، وغيرها كثير من الالتزامات. يطالب حكومتكم بالتحرك العاجل والناجع من خلال الإعلان عن مخطط دقيق وشامل، والذي لا يمكن أن يعتمد فقط على تعديلات في السياسة النقدية أبانت عن محدودية آثارها، ولا على ترك التضخم المفرط يستمر من غير مقاومة ولا إجراءات مضادة تحمي القدرة الشرائية للمغاربة. ويتعين أن يمكن هذا المخطط من التصدي الجدي للتدهور المضطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، ولا سيما منها ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بعشرة واحد فصل 1% خلال شهر فبراير 2023، أساساً بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ20.1%، وتوقعات بلوغ تضخم نسبة 5.5% هذه السنة بعد بلوغه 6.6% السنة الماضية، وكذا فقدان الاقتصاد الوطني لنحو 24,000 منصب شغل وإفلاس نحو 12,400 مقاولة خلال سنة 2022، وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6% فقط، والدخول الإضافي لملايين المغاربة ضمن عتبة الفقر والهشاشة، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة الكوفيد، ولكن أيضاً بسبب غلاء كلفة المعيشة.